يا أيها المشاهدين نعود إلى أنا أحمد حسن الخلق والآن في هذه الفرشة المباركة إن شاء الله أريد أن أشهر لكم إلى بعض المادة، يعني مهارة الكلام في قسمي، يعني قسم تعلم اللغة العربية في الفصل CK، وأريد أن أشرحها ألعاب تقليدية يعني الطائرات الورقية. طيب، يوجد الكثير من ألعاب الأطفال في إندونيسيا بشكل عام. تنقسم اللعبة إلى قسمين، هما ألعاب الحديثة والتقليدية. اليوم يلعب المزيد من الأطفال ألعاب الحديثة بسبب سهولة الوصول إلى الإنترنت. في الواقع، ألعاب التقليدية ليست أقل إثارة لكل من تكره. لعبة التقليدية مميزة وفي بعض الأحيان توجد ألعاب لها نفس طريقة اللعب ولكن لها أسماء مختلفة. نادرا ما يلعب ألعاب التقليدية. وبصرف النظر عن الألعاب الحديثة كأمة الإندونيسية، يجب الإنسان إلى الألعاب التقليدية التي تشكل جزءا من الثورة الثقافية للعامة. ويمكن رؤية أنواع الألعاب التقليدية أدناه، يعني الطائرات الورقية. طيب، وهذه اللعبة التقليدية تحظي بشعبية بين الأولاد. الطائرات الورقية لها أسماء أخرى مثل الطائرات الورقية أو واون. الطائرة الورقية هي ورقة رقيقة مؤطرة يطير بها اللاعبون في الهواء في منطقة واسعة. الطائرات الورقية هي نوع من الألعاب التقليدية التي عادة ما يلعبها الأطفال والكبار، وتجد هذه اللعبة تقريبا في كل ركن من أركان المنطقة في إندونيسيا. وكانت لعبة الطائرات الورقية هذه مستمرة منذ زمن صحيح، ثم العثور على هذا في لوحة ووجدت في كهف في جزيرة مونا جنوب شرق مقاطعة سلاوسي، والتي تظهر تقليدي تيران الطائرات الورقية. وللتحكم في الطائرة الورقية هناك خيط يحمله اللاعب. تستخدم هذه اللعبة التقليدية قوة الرياح لتدريبها، ولذلك يتم لعبها بشكل عام خلال موسم الجفاف، حيث تحب الرياح بشدة. وبصرف النظر عن كونها لعبة للأطفال وتستخدم الطائرات الورقية في طقوس، وفي بعض المناطق نستخدم الطائرات الورقية كأدوات مساعدة لصيد
asma walikob di alal khofa fish yaitu muluk batul batu ta'irat al warqiya atau lidia min qabla syakhsaini alal aqal wa kullama zadun adadun hadil al-ab kanat aksar izar wa kaifa nal abu ta'irat warqiya waluk batu ta'irat al warqiya atau lidia suhulatul la'bi suhulatul la'bi nahtaju faqat ila ta' nahtaju ilal ila ta'ira faqat summa ribatuha bi khaitin wa haklin kabir minal ardi litus biha sahatul la'bin min khilalil istifadah minariyah al-haliyah yutimu raf'u ta'irah al-warabiyah allati sayutimu la'buha bi istikhdamin khaitin wa sayatimul tahkum fiha aidan min khilalil habli allati janibul abuha min ajalil mut'ah wa yumkinu an takuna ta'irat alwaraqiyah aidan lu'batun mahallun naza' alhaliyah alhilah hiya wad'ul kuwah bayna ta'irat warqiyah bito ila warqiyatin ukhra wa hada lu'batut taqlidiyah as-suhula wa ammatun fi yumkinu annal abu ila ayyi syakhsin wa tayyib syukran ala ihtimamikum syukran hada minni wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.